بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم لحد الآن 270,928 حالة. أما الوفيات 11,395. وبلغ عدد المصابين بالوطن العربي 23,769. أما الوفيات 1,618. وفي السعودية 344 إصابة بدون وفيات. وفي الأردن 84 إصابة بدون وفيات. وفي قطر 470 حالة. أما في فلسطين 48 حالة بدون وفيات ولا حالات في قطاع غزة. وفي لبنان 177 إصابة وأربع وفيات. ومصر تسجل 256 إصابة وسبع وفيات. أما في الأردن فأطلق الجيش طائرات الإنذار في تمام الساعة 7 صباحاً مع حظر التجول حتى إشعار آخر.